يسجل ويفتتح النتيجة تمشي الكورة لمن والهدف الأول جول شماخي 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 هدف أول للنجم الرياضي الساحلي ياسين الشماخي يفتتح النتيجة في توقيت 49 دقيقة لعب ياسين الشماخي حاضر غائب ولكن يعرف من أين يأكل الكتف ياسين الشماخي لم نذكر اسمه في الشوط الأول ولكن ذكرناه بأفضل الكلمات وأفضل الألحان مع اعتزاز الشباك ياسين الشماخي أسبق من الدفاع والحارس بانزلاقية يحط الكرة بساقه اليمين في مرمى الحارس أحمد العبيدي أوه يا ياسين رمضان حطها لساقه اليسار في بيمير رمضان يوزع أصيل الجزيري يعمل كنترول يصور جول هدف ثاني للنجم الرياضي الساحلي رائع العملية من فهمي بن رمضان يعمل كنترول يحطها في طبق لأصيل الجزيري كنترول ولا أروع من الجزيري وبساقه اليمين يحطها في زاوية صعيبة على الحارس أحمد العبيدي أوي 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 تصويبة ممتازة كنترول ممتاز والهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي 2 لتوال لا شيء اتحاد من قردين